أكد الفريق أحمد قايد صلاح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران في كلمته التوجيهية أكد على حرص الجيش الوطني الشعبي منذ بداية المسيرة السلمية والتي أبان فيها الشعب الجزائري عن سلوك حضاري ومستوى راق من الوعي والنضج اكد على الوقوف في صف الشعب والانحياز الى جانبه والتاكيد على ضروره تلبيه مطالبه المشروعه بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدوله في اطار الشرعيه الدستوريه. ومع انطلاق هذه المرحله الجديده واستمرار مسيرات سجلنا للاسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية إنطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الاشخاص إلي واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين ابناء الشعب الواحد من خلال رفع شعارات تعزيزيه ترمي الى الدفع بالبلاد الى فراغ دستوري وهدم مؤسسه الدوله بل كان هدفهم الوصول الى اعلان الحاله الاستثنائيه وهو ما رفضناه بشده منذ بدايه الاحداث فمن غير المعقول تسير مرحلة انتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة بدلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج مثل بعض المناصر التابعة لبعض المنظمات غير حكومية التي تم ضبطها تلبسها وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلميه وتوجيهها بالتنسيق مع عمليها في الداخل. هذه الاطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن اهدافها الاساسيه لتحقيق مخططاتهم الخبيثه التي ترمي الى المساس بمناخ الامن والسكينه الذي تنعم به بلادنا.